地靠我，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。جاء ضيف لمنزل يوهان شو في الصباح الباكر. إنه إيجيو طالبا منه أن يكتب لوحة ليعلقها في غرفته الجديدة، وباعتباره أحد أكثر كبار السن احتراما وافق على طلبه. تكنولوجيا متطورة وإبداع مزدهر وحياة رغيدة، كن متحضرا وثابتا على أمانتك، عش في تناغم مع غيرك. لعشرات الأعوام كتب يوهان شو ما يفوق 1000 لوحة تحمل أغلبيتها كلمة الأمانة، لأنها الأساس الذي يقوم عليه المرء في قرية وانكو. تقع وانكو على هضاب محافظة ويوان بمقاطعة جيانسي، ووفقا للتاريخ فهنا هو مكان مدينة خويتشو القديمة. نجد نفس نمط العمارة في خويتشو من حيث الجدران البيضاء والبلاط الرمادي. تجاور قرية وانكو الجبال والمسطحات المائية، ومثل قرى مدينة خويتشو تتقابل مياه خليج جيانغ مع مياه بركة دوانسين داخل القرية، مكونة نهر يونتشوان يمر من خلال القرية. ففي فترة داغوان من عصر أسرة سونغ الشمالية، هاجر الطبيب يوغاو مع قومه إلى هنا للاختباء من الحرب. أحب هذا المكان كثيرا وأطلق عليه اسم وانكو. عند بناء القرية طلب أسلاف أسرة يو من السيد المنجم أن يأتي لمعاينة المكان ما إذا كان جيدا ويمكن أن يحمي أبنائهم وأحفادهم. عندما أتى المنجم للقرية عبس وجهه بمجرد أن رأى الجبال في الجهة المقابلة. لم يقبل أسلاف أسرة يو فكرة الترحال بقومهم مجددا، ووفقا لما قاله المنجم تمثل الجبال حاجزا للقرية، فلا يوجد سوى أن نملأها بالأشجار حتى تستطيع الأجيال القادمة العيش هنا. تشاور كبار القومية وتوصلوا إلى أنهم سيقومون بتغيير ملامح القرية بأيديهم. حافظوا على وعودهم، وبغض النظر عما كانت أعمالا رسمية أو طلبا للعلم أو زيارة الأصدقاء، يجب على الجميع أن يحضر شجيرتين عندما يعود إلى المنزل وأن يزرعها بأنفسهم.
لـ200 عام ولم يتغير هذا الوعد، والآباء يورثونه لأبنائهم ومن ثم للأحفاد، وهكذا نفذت الوعود ونبتت الأشجار الخضراء الجميلة من بين تلك الصخور الحجرية، فتحول المكان الذي كان يعد الأسوأ في نظر سيد المنجم إلى أجمل القرى المجاورة للمياه والجبال، ليزدهر أهالي القرية تدريجياً بدورهم أيضاً. يقدر أفراد أسرة يو كثيراً تلك الغابات الجبلية، ولا يزالون يتبعون تلك القواعد التي وضعها أسلافهم، وهي حظر قطع الأشجار، وسوف يلقى كل من يخالف ذلك عقاباً شديداً. أصبح احترام الأسلاف وحماية الغابات الجبلية عهداً يحترمه أجيال القرية. هذا الأمر يصعب تنفيذه، ففي بداية عصر أسرة مينغ دفع أحد أحفاد أسرة يو دمه ثمناً للحفاظ على ذلك العهد. قصة تضحية بالابن من أجل الحفاظ على العهد أثرت كثيرا في الأجيال اللاحقة. لم يذهب أحد بعد ذلك إلى أعلى جبل لقطع الأشجار، حتى أنهم كانوا عندما يحتاجون لحرق بعض الحطب يذهبون إلى الجبل المجاور ليأخذوا منه، وظلت التقاليد تتناقل بينهم حتى الآن. يعيش حالياً أكثر من 500 أسرة من أحفاد أسرة يو في القرية. أصبحت الأمانة وحفظ العهد خلال مئات الأعوام من تنمية تلك الغابات الجبلية معياراً سلوكياً يسير في دمائهم، ليصبح عصب تطور وازدهار القومية وخلقاً جميلاً يتعلمه الأبناء والأحفاد. في 8 صباحاً يصل إي يو هونغ إلى موقع ترميم وإصلاح البنايات القديمة، عملية الإصلاح الرابعة التي يقوم بها هذا العام. رافقه أشقاؤه الكبار من الصغر وتعلم منهم النحت. فهو الآن يأتي إليه الجميع بغض النظر عما كانوا من أهل القرية أو خارجها ليصلح لهم منازلهم القديمة. عام 2014 قبل إي يو هونغ عمل إصلاح مبنيين قديمين في قرية مجاورة. التكلفة بلغت 700,000 يوان. عندما وصلت أعمال الإصلاح لسطح المنزل، وجد أن التكلفة لم تشمل على إصلاح لوح كبير بصالة المنزل، ما أدى لظهور مشكلة. تغيير اللوح يتطلب إضافة مبلغ 10,000 يوان، يغيره أم لا؟ احتار صاحب المنزل في هذا الأمر وبحث عن السيد إي يو هونغ ليسمع رأيه. قرر إي يو هونغ تغيير اللوح الكبير، وبعدما انتهى جاءت لحظة دفع الحساب ولم يذكر أمر تكلفة تغيير اللوح. احترام العهود أهم من المال، جعل ذلك سلوك الطرف الآخر متعجباً، وفي نفس الوقت أمانته وصدقه في العمل. رغم أن ربحه في العمل قد نقص بعض الشيء، إلا أنه ربح سمعة جيدة. هذا المكان كان ميناءً تجارياً في عهد أسرة مينغ وتشينغ. منذ ذلك الوقت سمعة أهالي قرية وانكو تميزها الأمانة والصدق. يملك يو بينغ نان البالغ من العمر 51 عاماً مصنعاً للشاي،
بدأ أسلافه تجارتهم في وانكو منذ نهاية عصر أسرة تشين، عملوا في تجارة الشاي. وعندما وصل جيل السيد يو بين نان كانت تجارتهم أصبحت أكبر علامة تجارية في مدينة ويوهان. عام 2002 حمل السيد يو بين نان على أكتافه تجارة أجداده وشيد مصنعاً للشاي خاصاً به، ولكن أول طلبية استلمها بعد بناء مصنعه كانت حقاً لا تنسى. كان يضيف الكثير من ساعات العمل لينتج أول طلبية من الشاي الأخضر في فترة أكثر من 10 أيام، أرسلها لشركة التصدير في جوجيانغ، ولكن بعدما قام الطرف الآخر بفتح الحاويات لفحص الشاي أخبره بوجود اختلاف بين جودة الشاي والعينات المطلوبة. اكتشف أن حبات الشاي أكبر من حجم العينات، وذلك بسبب المعدات، ما أثر في جودة المنتج. أرجع طلبية كاملة وأجر سيارات وأخذ طلبية الشاي ليعود بها إلى ويوان في نفس الليلة، فهو يعتقد أن خللا صغيرا مثل هذا يمكنه أن يفقده ثقة العميل. بعد أيام عاد إلى خانجو مع منتجات الشاي الجديدة. تأثر الطرف الآخر بالأمانة التجارية، ومن ثم ذاع صيت تجارة يو بين نان في كافة الأرجاء. لم تظهر أي مشاكل في جودة الشاي الأخضر الذي يصنعه في خلال 10 سنوات الأخيرة، وأصبح مصنعه أحد أفضل مصانع تصدير الشاي في المنطقة.从博弈学的角度来看的话，那一定是只有诚信，你的事业才能长久。欺诈那只能是短期行为。古代的这个先哲们早就认识到这一点，所以说呢，把诚信呢作为一个重要的一个品德。那么在《论语》中呢，孔子提出了人而无信，不知其可，大车无轮的小车无泥。如果一个人不讲诚信的话呢，就像车子没有轮子一样，你不可能行得长远的。 يعتبر الصدق والأمانة أهم القواعد الأساسية في وانكو. إذا كنت غير أمين فبالتأكيد سيتخلى عنك الجميع. باي شين دينغ أحد كتاب جمعية الأدباء بمحافظة ويوان، نشرت له عشرات الأعمال المهتمة بالتاريخ الثقافي القديم لخويجو. ذهب عدة مرات لقرية وانكو للدراسة والبحث وجمع العديد من القصص. <音>有一个商人叫余五良，他呢短斤少两啊，也是从好的一现象呢，只有发生。结果呢，有一天天上打雷，把那个余五良震晕了，不知道是哪里起了火，把那个记账的账本呢全部都烧毁了。往后来就有两句顺口溜，说。 في وانكو عليك أن تكون أميناً وصادقاً وقادراً على مواجهة ضميرك. هذا الأسلوب المتوارث في القرية لمئات الأعوام والذي انصهر تدريجياً داخل عشرات الأجيال ممن عاشوا هنا. يوليو وأغسطس أكثر الأوقات التي ينشغل فيها يو تساو تشينغ، ينشغل بصنع الدواء واستخراجه ومراعاة المرضى، فهو أشهر أطباء سموم الثعابين في المنطقة، وقد وضع قاعدة لنفسه عندما قام بفتح العيادة. بالنسبة ليو تساو تشينغ فقد أخذ على نفسه هذا العهد متأثرا بشكل كبير بمعلمه،
عام 1982 عندما رأى وهو في عامه 36 أهالي القرية يلدغون بالثعابين كل عام، أخرج 100 يوان كان يدخرها واقترض من الجيران 300 أخرى. ذهب ليطلب تلقي العلم من المعلم شو بو رونغ، أشهر أطباء علاج لدغات الثعابين في محافظة يوزيانغ. تعلم من السيد شو بورونغ شهرا وبضعة أيام. لم يأخذ المعلم مصاريفا لذلك، بل تحمل مصاريف السكن والطعام. هذا أثر كثيرا في يو تساو تشينغ وجعله يعاهد نفسه أن يصبح طبيبا ذا خلق رفيع تماما كمعلمه. ومنذ ذلك الوقت ولعشرات الأعوام حافظ على وعده بإنقاذ حياة المرضى في المرتبة الأولى. لثلاثين عاما عالج أكثر من 1000 مريض بأجور رمزية. مرت الأعوام وتجاوزت تكاليف من عالجهم مجانا عشرات الآلاف من اليوانات. رغم بساطة منزله لكنه لم يفكر في كسر عهده، فهو يرى أن العهد ما هو إلا رد لجميل معلمه وأيضا تنفيذ لتعاليم أسلاف أسرة يو التي تحث على الأمانة واحترام العهد. انصهرت مفاهيم الأمانة داخل القرية، وفي تمام 5 صباحا يوميا ينشغل يو باوسن البالغ من العمر 74 عاما وزوجته في العمل. اشعال النار وتقطيع المكرونة وتحضير الفطائر، وتواصلت الأعمال للزوجين لأكثر من 30 عاما. عمل يو باوسن مدرسا لطلاب الابتدائية بينما انشغلت زوجته بأعمال المنزل والزراعة. بدأ الزوجان بيع وجبات الإفطار منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، وتهتم الزوجة بالفطائر المقلية، أما هو فيحملها للخارج للبيع. قبل السادسة يخرج يو باوسن من المنزل حاملا سلة مليئة بالفطائر، يسير بحارته الصغيرة ليذهب لشارع قديم يمر من هنا يوميا، ويضع السلة على الأرض ويبدأ في كتابة توقعات مناخ اليوم على لوح أسود. خمسة وثلاثين عاما والسيد يو باوسن يحافظ على عادته في الظهور أمام اللوح الأسود في وقته كاتبا أحوال طقس اليوم الجديد. بالنسبة لأفراد القرية أصبح ذهابهم إلى اللوح لمعرفة أحوال الطقس عادة أساسية في حياتهم اليومية. لتسهيل الزراعة ظل يو باوسن يجدد أحوال الطقس وغير حوالي 7 أو 8 أجهزة راديو و5 ألواح سوداء، حتى في ظل التطور التكنولوجيا وأن معظم الناس يمكنهم معرفة أحوال الطقس، إلا أنه لا يزال محافظا على هذه العادة. كان
في السادسة والنصف مساء يفتح جهاز التلفاز في الوقت المناسب ليشاهد أحوال الطقس في المناطق المجاورة. يسجل تحليل مذيعة النشرة بخصوص الطقس. سلوكه هذا ليس من أجل الشهرة أو الربح، بل إن روح الأمانة التي توارثها أجيال القرية هي التي تحفزه على فعل ذلك. حفاظ السيد يو باوسن على عهده لم يساعد حقا أهل القرية فقط، بل أصبح نموذجا في أعينهم للأمانة والوفاء. عام 2014 جرحت ساقه، ولكنه لا يزال يحافظ على تنفيذ ذلك الأمر الصغير لأنه قد أصبح جزءا من حياته. ل35 عاما ظل فيها هذا الرجل الكبير مثابرا دون أن يكل. حافظ على عهده كما لو أن الزمن قد توقف أمام ذلك اللوح الأسود. قد تبدو عدة رموز بسيطة لا أكثر، ولكن كتابتها تمثل أخلاق الأمانة والوفاء بالعهد التي ورثت في هذه القرية القديمة لآلاف الأعوام. إذا ما تمشيت بشوارع القرية سترى لافتات كتب عليها اعمل بكد واجتهد حتى تنعم أسرتك، وتحلى بالأمانة حتى تفتح لك جميع الأبواب. الأمانة شرف لكل منهم، ويجب أن يخجل من يخونها من نفسه. هناك العديد من هذه اللافتات في كل مكان في القرية، وهناك عبارة المستخدم الائتماني المتحضر. خلال تلك الأعوام الماضية وتماشياً مع نمو الاقتصاد، يزداد عدد المقدمين على قروض صغيرة بطريقة مستمرة. إيو غوي أول رجل أعمال مشاريع خاصة في وانكو. عام 1988 افتتح مصنعاً للمنحوتات الخشبية، ولكن الأمر كان يزعجه هو عدم وجود مال لشراء المواد الأولية. أخذ قرضاً من الجمعية الائتمانية ب10,000 يوان، ما جعله يخطو أول خطواته. خلال تلك الفترة كانت أحوال سوق المنحوتات الخشبية غير جيدة. شق طريقه لعام واكتشف أنه بجانب رأس المال وأجور العاملين لا يصل ربحه الخاص إلى 10,000 يوان. أقنعه أحدهم بأن لا يقوم بإرجاع المبلغ للبنك، ولكن السيد إيو غوي كان له رأي آخر. 到了一年，当时我就把它还了。那时候也没赚什么钱，但是我是为了信誉，信誉就是自己的根。你没有信誉，你什么事冲不上去。到现在，我已经走了30年了，还是坚持信誉两个字走到今天。 الأمانة هي أخلاق القرية التي لم تتغير على مدار 1000 عام. توسع عمل إيو غوي معتمدا على أمانته، وتوسع مصنع المنحوتات خاصته ليصل من القرية وحتى مركز محافظة ويان، ولكن ظل احترام العهد والوفاء به أمرا لم يتغير. أخذ العديد من مزارعي القرية قروضا، وبغض النظر عما إذا نجحت تجارتهم أم لا، فسداد القرض في الموعد هو الأمر المشترك بين الجميع.
عام 2001 أصبحت القرية الأولى التي تستخدم الائتمان الحضاري في محافظة ويان. يعتمد معظم أهالي القرية على ازدهار حركة السياحة لكسب الرزق، ليفتتحوا محلات منتجاتهم السياحية في تلك الشوارع القديمة التي قد مر عليها أكثر من 1000 عام، كما أن مطاعمهم ومبانيهم القديمة ونمطهم الشعبي البسيط يجذب العديد من السياح من شتى أنحاء البلاد. في كل صيف يعلم يوهان شو الأطفال فن الكتابة في المكتبة الرئيسية للقرية. السيد يو غوان لوان ولد في عصر الإمبراطور داو غوان من أسرة تشينغ، ترعرع في منزل بسيط وتعلم معتمدا على مساعدات أهل القرية. في فترة 10 أعوام للإمبراطور غوانشو من أسرة تشين عاد إلى قريته بعد سنوات من الغربة، وكان أول ما فعله دفع المال لإصلاح مكتبة القرية. قسم يو غوان لوان ثروته لسبعة أجزاء، 6 لأبنائه يأخذ كل فرد منهم جزءا، وترك عشرات الفدادين من أرضه لتكون احتياطيا للمكتبة، فيستخدم إيجار هذه الأرض لسد نفقات كافة مجالات المكتبة. إذا خالف الأحفاد العهد فلا يلقون غير العقاب القانوني. حفر يو غوان لوان تلك العبارة على النصب الحجري ليحذر الأجيال الجديدة. مرت أكثر من 100 عام ولا يزال أحفاد الأسرة حافظين لعهدهم ويحافظون على تلك المكتبة بكل إخلاص. فيما يعلم يوهان شو الأطفال فن الكتابة ينقل إليهم أخلاق الحفاظ على العهد والأمانة. تقاليد الأمانة والحفاظ على العهد في قرية وانكو مثلها مثل ذلك النصب الحجري الموضوع داخل مكتبة القرية، يملك تاريخا عظيما ويجدد باستمرار ليتناقل بين الأجيال. Yeah.